بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المعلم الأول ومعلم الأخلاق ونبي الرحمة والمودة نبينا الكريم محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. أحبائي الطلبة الأكارم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إن الفصل القادم يحمل معه بشائر الخير يلم الشمل من جديد، ويجب علينا التعاضد والتكاتف لإنجاح مسيرتنا التعليمية وإيصال المعلومة الحقيقية لكم أبناءنا الطلبة. وكم يكون لنا الفخر والاعتزاز حينما نرى البهجة والسرور على وجوهكم أحبائنا الطلبة. لذا راجي منكم جميعا الاقتداء بقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولإنجاح تلك المسيرة يجب علينا الانضباط وأن نكون القدوة الحسنة لكم بالتزامنا والتزامكم متطلبات السلامة العامة، من حيث ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وعدم استخدام الأدوات الشخصية لأي كان، بالإضافة للمحافظة على التزامنا باستعمال المعقمات. إن شاء الله طلابي وطالباتي طلاب الصف الثامن، رح يكون موضوعنا في بداية هذا الفصل أحد الدروس، وهو الدرس الأول سورة الإسراء الآيات الكريمة من 18 إلى 22. هذه الآيات تتحدث عن السعي للدنيا والآخرة. الدرس الثاني وهو حديث قدسي شريف محبة الله تعالى، هذا الحديث يعلمنا كيف نقدر محبة الله تعالى. والدرس الثالث فرائض الوضوء، والدرس الرابع التلاوة والتجويد. من ضمن التلاوة والتجويد عنا مد الصلة. أما الدرس الخامس سنن الوضوء ونواقضه، إذن عنا الوضوء له سنن وأيضا يوجد نواقض للوضوء. أما الدرس السادس الصلاة شروطها وأركانها. الدرس السابع أيضا عنا الصلاة تكملة للدرس السادس وسننها ومبطلاتها. الدرس الثامن التلاوة والتجويد، من ضمن التلاوة والتجويد أقسام مد الصلة، وهو أيضا تكملة للدرس الرابع. الدرس التاسع سورة الإسراء الآيات الكريمة. في الدرس الأول سورة الإسراء الآيات الكريمة من 18 إلى 22، نكمل في الدرس التاسع وهي الآيات الكريمة من 23 إلى 28. هذه الآيات تتحدث عن توجيهات شرعية وأخلاقية. أما الدرس العاشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في بيته، أنه كيف يكون النبي أو كيف كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته في بيته. الدرس الحادي عشر التلاوة والتجويد، أيضا من ضمنها مد الصلة الكبرى. أما الدرس الثاني عشر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما الدرس الثالث عشر نبي الله داود عليه السلام، في هذا الدرس نتحدث عن نبي الله تعالى وهو داود عليه السلام. الدرس الرابع عشر فضل العلم والعمل به، إذا هذا الدرس يحدثنا عن فضل العلم، من يتعلم وكيف يعمل به. أما الدرس الخامس عشر وهو التلاوة والتجويد، من ضمنه أنواع المد اللازم، إذا أنواع المد اللازم. لنكمل الفهرس الدرس السادس عشر سورة الإسراء أيضا تكمل للآيات الكريمة من 29 إلى 33، تحكي عن توجيهات شرعية وأخلاقية رقم 2. الدرس السابع عشر حديث نبوي شريف من أخلاق المسلم، إذا تتحدث عن أخلاق المسلم. أما الدرس الثامن عشر أمة الخير. أما الدرس التاسع عشر حديث نبوي شريف فضل الرفق. أما الدرس العشرون زكاة الأنعام، إذن الأنعام هي من الحيوانات لها زكاة. الدرس الحادي والعشرون زكاة الزروع والثمار. أما الدرس الثاني والعشرون نبي الله سليمان عليه السلام، إذن أحد الأنبياء وهو نبي الله سليمان عليه السلام، إذن عنا نبي الله داود ونبي الله سليمان عليه السلام. الدرس الثالث والعشرون أيضا التلاوة والتجويد، من ضمن هذا التلاوة والتجويد الأحكام المد اللازم الحرفي. أما الدرس الرابع والعشرون الوقف. الدرس الخامس والعشرون التلاوة والتجويد، من ضمنه أقسام المد اللازم الحرفي، إذا تكمل للدرس الثالث والعشرون وهو من أقسام المد اللازم الحرفي. الدرس السادس والعشرون وهو الأخير يتحدث عن إجلاء يهود بني النضير، كيف تم إجلاء يهود بني النضير. إن شاء الله في بداية الفصل
كن متعاونين مع بعض يا ثامن بإذن الله تعالى. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.